قلت لحضراتكم معايا النهاردة حالة لطفل اسمه مصطفى. مصطفى عنده 10 سنين. فكرة صغر سنه باللي عنده يعني ربنا يا رب يشفيه ويشفي كل مريض يا رب. تجلط في الشريان الرئوي، ارتفاع في ضغط الشرايين، محتاج تدخل يا إما جراحي يا إما بالعلاج. تعالوا نشوف الحالة وألتقي بحضرتكم بعد الحالة وبعد ما نشوف التقرير. هو تعب أول حاجة خالص، تعب من علاج دكتور الدوني، وبعد كده قعد 6 شهور من غير علاج، واحنا بندور على دكتور عشان يعرف هو عنده ايه. رحت بيه الدكتور بتاع أطفال، هو اللي كتب لي اللي أنا أروح بيه معهد القلب في إمبابة عشان يعملوا له إيكو. قالوا له عنده ضغط الشريان الرئوي عالي. هو مولود بيه؟ قلنا له لأ، هو كان مصطفى مولود سليم ما فيهوش أي حاجة. راح دخله وعمل له القسطرة التشخيصية ديت، راح جاله هبوط حد في يعني في العمليات. راح الدكتور ده قعده 1 أسبوع في الرعايه، وبعد كده من ساعتها هو بقى كان كاتب له على علاج، بس كان العلاج ده قليل. قعد 6 شهور بالعلاج ده. جه رمضان السنه اللي بعديها، يعني جه في رمضان راح جات له جلطه. لما جات له الجلطه ديت رحت بيه المستشفى، حجزوه في برضه قعد 10 ايام في غرفه عاديه، يعني كانوا بيعالجوه كده. راح تعب جدا بعد كده. المفروض كان يديله علاج لان كان عنده جلطه، الجلطه ديت المفروض كان ليها علاج ترتم عشان ما يحصل لهوش تشنجات او يحصل له اي حاجه، بس ما ادلهوش برضه. يعني بعد ما خرجنا قعد شويه تاني وكان برضه تعبان، برضه كان عنده نقص اكسجين وكان تعبان وما كانش ولا بياكل ولا بيشرب ولا بيتحرك، كان نايم على طول. وراح بعد كده قعد شويه تاني، وراح مصطفى كان ابتدى تجيله تشنجات. مره واحده جات له تشنجات ما كانش بيتحرك خالص. جرينا بيه انا ووالده، برضو كان صابح رمضان لابو الريش، وراح حجزوه. كان بياخد علاج، العلاج بتاعه اهو، كان بياخد الترتام ده بتاع التشنجات، وكان بياخد علاج سيوله، وكانوا يعملوا له تحاليل واشاعات على دماغه، وعايزين يعرفوا ايه سبب التشنجات دي. قالوا ممكن يكون الجلطه بتتحرك، ولا بيعرف يجري ولا بيعرف يلعب ولا بيعرف يطلع سلم ولا بيروح دروسه ولا مدرسته، وبرضه تعبان. بياخد كل العلاج ده وبرضه تعبان. انا عايزه اعرف ايه، عايزه اشوف دكتور يشوف ويقول لي ايه سبب. يعني انا بياخد علاج ضغط الشريان الرئوي عالي، طيب إيه هو بياخد علاج تعبان ليه؟ ما هو العلاج ده بيحسنه شويه. الدكتور يقول لي لا ده هو هيفضل كده. انا عايزه دكتور يكشف عليه ويطمني عليه، لو في علاج يتغير. الموضوع مخلينا محزننا خالص مصطفى، مش لاقي له حل. يكون دكتور كده ابن حلال يجي يبص لنا على مصطفى. قالوا لنا الشرايين مش عارفه، قالوا لنا التضخم، واحنا مش عارفين. يروح المستشفى بتاعت القلب ده يطلعوا له علاج، زي انت حضرتك شايفه مش متقدم، مش متقدم، فيش تحسن خالص.